أنجز الأبطال وعدهم بالانتصار. ساعات حاسمة أمضاها هؤلاء المقاتلون منذ اللحظة الأولى لاقتحام معسكر التشريفات الحصين آخر قلاع الإنقلابيين في مدينة تعز. سيطرة كاملة واغتنام مدرعتين وكميات أخرى من الأسلحة. خلال الساعات الماضية خاض مقاتلو الجيش الوطني معارك متزامنة، فتولت المدفعية دك مواقع الانقلابيين في تبة السلال ودمرت مدرعة في الموقع، فيما خاض أبطال الجيش معركة عنيفة لتصفية الجيوب المتبقية في مباني القصر الرئيسية وفي محيط مدرسة محمد علي عثمان وأطبقوا عليها الحصار. بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل أبطالنا أبطال القوات المسلحة الجيش الوطني المقاومة الشعبية تمكننا اليوم من دخول التشريفات من عدة جهات، من جهة مدرسة محمد علي عثمان وحوش التشريفات. تجاوز الجيش الوطني عقدة القصر الجمهوري ومضى قدما باتجاه جولة القصر المؤدية إلى منطقة الحوبان، وهناك خاض معارك خاطفة في محيط مستشفى الحمد وفرزة صنعاء ومكتب النقل الجماعي والمؤسسة الاقتصادية ومستشفى بن علوي ومستشفى بن سينا ومكتب الأشغال. المعارك لم تتوقف بل ازدادت شراسة وتسارعت خطوات التقدم باتجاه الناصر في هذه الجبهة، فقد نفذ الجيش الوطني هجوما عنيفا من عدة محاور على معسكر القوات الخاصة الواقع إلى الشرق من القصر الجمهوري على نحو يؤذن بتدشين معركة تحرير الحوبان. وإن شاء الله إن شاء الله القادم أجمل، إن شاء الله عيدنا في الحوبان. حاولت الميليشيا تخفيف الهجوم العنيف على آخر معاقلها عبر تنفيذ هجمات على مواقع الجيش في الأطراف الشمالية الغربية للمدينة في منطقتي الصياح وحذران، إلا أن الجيش تمكن من صدها وإلحاق الهزيمة بعناصر الميليشيا. هزائم كرست اليأس لدى الميليشيا المندحرة التي كان ردها كما هي العادة قصف عشوائي عنيف بمختلف أنواع الأسلحة على الأحياء السكنية من مواقعها في شرق المدينة. تعز تكتب الأحرف الأخيرة في قصة النصر الذي ينتظره اليمنيون، نصر سيعيد الاعتبار لهذه المدينة والمجد لجمهورية تابى أن تموت.